السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف ترتيب أبطال كأس السوبر لكرة القدم، كأس السوبر التونسي لكرة القدم، أو الفرق الأكثر حصولا على كأس السوبر التونسي لكرة القدم. أكتر فريق واخد السوبر في تونس هو نادي الترجي. نادي الترجي واخد السوبر 6 مرات، بعد كده نادي النجم الساحلي 3 مرات، بعد كده الأفريقي 3 مرات أيضا، بعد كده النادي البنزرتي مرة واحدة، بعد كده نادي حمام الأنف مرة واحدة، بعد كده نادي الملعب التونسي مرة واحدة، بعد كده نادي الاتحاد المينستيري مرة واحدة، بعد كده نادي الأولمبي الباجي مرة واحدة. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم ترتيب أبطال كأس السوبر التونسي لكرة القدم. شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.